مباشرة من بنغازي المحامي والناشط الحقوقي عصام التجوري. سيد عصام، في البداية أهلا بك. يستمر الصراع ما بين قادة الميليشيات ومن يمسكون زمام الأمور في العاصمة طرابلس، بينما المواطن البسيط يعاني ويعني لا تتوفر لديه أبسط الاحتياجات ويدفع ثمن هذه الصراعات. تعليقك عن ما شاهدناه في التقرير. نعم، أولا كل عام بخير. أعتقد بأن دائرة أي دائرة صراع عنيف تنتج عنها حالة من التغيير أو أحداث تغيير سواء إلى الأسوأ أو الأفضل، لكن إن يأتي ذلك التغيير عبر وسائل العنف، النتائج المتركبة هي كما نشهده الآن، بأن أصحاب أو حلفاء هذا التغيير أو أنصار أو من يدعون نفسهم بأنهم أصحاب الفضل أو المنة على المواطن أو الشعب بأنهم لولاهم ما حصل هذا التغيير العنيف، هو نتاج ما تشهده الآن حقيقة، لأن هذه المجموعات يجب أن تتآكل سواء عبر التهام بعضها البعض أو عبر تذويب الأخرى بطريقة أخرى سواء كانت شرعية أو غير شرعية كما تراها. بالتالي التكالب المحموم الآن لأنهم يعون جيدا بأنهم قد انتزعوا ملك الغير بالقوة، وبالتالي هم دائما في هاجس أن يحدث معهم ما فعلوا بالآخرين، وهذه محصلة حقيقية لتلك الإرهاصات الثورجية. نعم، هو يؤمن بأن الحالة الثورجية هي حالة ثورة مستمرة وفوضى عارمة لكي يحقق أهداف ما يسمى أو يراه في منظوره أو ثوابته الضيق أنها ثوابت ثورجية، هي ذاتها التي تقيد عنقه. هو يرى بأن الكل يتربص به، وبالتالي عليه التسلح بالسلاح والتمترس خلفه ونهب المال حتى يملك أكثر من المناصرين والمؤيدين، عليه الوصول أكثر إلى منافذ السلطة ودوائر صنع القرار ليحصن نفسه. بالتالي هذا التكالب هو أمر طبيعي ومحصل حقيقي، في ظل أن المواطن لم يعي بعد حقيقة بأن الميليشيات ليست مجرد أفراد يملكون السلاح ويدخلون فينة على وزارة أو يأخذون صك ماري معين أو يقتلون فلان أو يخطفون فلان. الموضوع له أبعاد مصيرية في كينونة وهوية وجود الوطن أو الدولة بشكل عام. الآن نحن في مرحلة خطيرة جدا، نحن في مرحلة لا دولة ولم نتعدينا مرحلة الفوضى. الفوضى قد تحدث في الدول المستقرة والثابتة وتحدث حالة انفلات. نحن الآن تعدينا مرحلة الفوضى إلى مرحلة اللا دولة بفضل وجود هذه الميليشيات التي لا زال المواطن لا يعي جيدا أن تارة أنه أقاوى أحد أمراء الحرب أو هذه الميليشيات بإشعال أو ترك الكهرباء في منطقته بفرض القوة والسيطرة على محطة كهرباء أو بترهيب قائمين عليها، نجد تلك ذلك المواطن الذي لا يعي خطورة ذلك يمجد ويكبر لذلك الميليشياوي دون أن يعي جيدا بأن هذا تكريس ثقافة. غدا سيأتي أحد أكبر ويتمترس خلف السلاح أكثر ومال أكثر، وتصبح منطقتك في ظلام وتعاقب أنت عقابا جماعيا، ما لشيء إلا لأنك أما صمت أو أنك تضامنت وفرحت لأن لديك ميليشياوي قوي. وبالتالي هذه حالة الإقطاعيات وتقطيع المدن إلى إقطاعيات لكل أمير حرب نتائجها محمودة. وبالتالي نحن كمواطنون مسؤولين بصمتنا أو بممارستنا حتى لو فترة مؤقتة لأن فلان قوي وفلان ضعيف، ونحن قمنا ونحن المنطقة الفلانية أقوى منكم ولدينا السلاح حتى بالإيماءات أو بالإشارات، وهذه نتيجة محصلة كما قلنا لأي حالة تغيير عنيف، ليس بتغيير ديمقراطي أو سلطة أو تغيير نظام سياسي بشكل ناعم الذي حرمنا منه. نعم، وصلت الفكرة. المحامي والناشط الحقوقي السيد عصام التجوري من بنغازي، شكرا جزيلا لك.